نعود إلى ميريلا، إلى ضريح الشهيد رفيق الحريري، حيث تستمر الشخصيات بالوصول. ميريلا، من وصل الآن؟ نعم نادين، يعني وصل ضيف مميز على الساحة وهو بعيد كل البعد عن السياسة، إذا فينا نقول هي مبادرة قامت فيها الفنانة نجوى كرم. عم نشوف هيدول الأوراق يلي عم تنزل على ساحة بيروت بأكترة، وهي من خلال هذه الطائرة يلي عم نشوفها مع الزميل خليل عقيقي. من بعد كل يعني شفنا المشاكل يلي عم بتصير، الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي يلي عم نشهد بلبنان، الوضع المعيشي الوضع السيء بأكمله، قدرت هيدي المبادرة من الفنانة نجوى كرم بنشر عبارة محبة يلي هي انه لبنان بقلبنا. هيدا هو هاشتاج هذه الحملة، وهو لبنان بقلبنا مع امضاء نجوى كرم، وهو بمناسبة عيد الحب. عم نشوف الرسالة عم توصل لكل الأشخاص يلي موجودين، وذلك طبعا للتذكير وللقول انه لبنان باقي بقلبنا، ولبنان بقلبنا رغم كل شيء عم بيصير، وانه الاوضاع حتصير طبعا احسن. هيدي الرساله يلي شفناها، لبنان بقلبنا هو هاشتاج هيدي الحمله يلي قامت فيها الفنانه نجوى كرم بنشر هيدي الرساله بمناسبه عيد الحب لكل الموجودين بالساحه، لنتذكر انه لبنان هو الاهم ويلي رح يبقى بقلبنا. نعم. نادين، يعني هيدي صورة بعيدة كل البعد عن الصور يلي شفناها اليوم. صحيح. من بيروت ومن ضريح الرئيس رفيق الحريري. صورة جميلة بتدعي إلى المحبة والحب. سننتقل إلى بيت الوسط، حيث